حقيقة يعني أنا في حيرة إن هل أرد على هذا الأخ ولا أترفع عن الرد، ومستغرب إن تصل المناقشة إلى هذا المستوى تحت قبة البرلمان، ولا في أي مقاطعة ولا في أي لائحة تفرض على أسلوب التحاور. كلام مليء بالشتائم ومليء بالإهانات المتعمدة، وهو ليس أمرا جديدا على هذا الأخ النائب، منذ أن شفته على هذا المقعد وهو لا يتكلم إلا بمثل هذه الكلمات الغير مناسبة. ويمكن هو شايف يتكلم من المريخ ولا من وين يتكلم، هو لا يعلم شيء عن الأرقام اللي ذكرها، ولم يتفضل بزيارة معرض من هذه المعارض، ولم يطلع على أي معلومة، ولم يفهم أي إحصائية. هو يردد 24,000 و9,000 وكأنه يتكلم من الغاز، ونحن بحكم مسؤوليتنا علينا أن نتحمل هذا النوع من الحوار ونرد عليه. أنا أتحفظ على كل كلمة نطق بها هذا الأخ، وأطلب من سحبها من المضبطة. المعارض، وزير العمل لا يوظف في بيته، نعم هي الشركات التي توظف، هي البنوك التي توظف، هي المؤسسات التي توظف، ومعارض التوظيف هي جملة من هذه الشركات وأصحاب العمل الذين تتضافر جهودهم لكي يقدموا الوظائف للبحرينيين. وإذا كان هو أو غيره يحاول ثني العمال وثني الموظفين على اقتناص هذه الفرصة فهو خاطئ. لن يتمكن أحد من منع المواطنين من نيل حقوقهم، ولن تثبط عزائمهم. أصحاب العمل يعرضون وظائف عديدة، والمعارض تمثل وقفة وطنية من مجموعة من الشركات لاستقطاب الكفاءات البحرينية وفرص التدريب وفرص التوعية. هل زرت مرة معرض من المعارض؟ كثير من الأخوة الحاضرين المحترمين اللي جالسين أمامي شاركونا في هذه المعارض، وحثوا أصحاب العمل وحثوا الموظفين على الاستفادة منها، وحضروا شخصيا وتابعوا قضايا شخصية. هل قمت أنت بزيارة أي معرض من هذه المعارض؟ عفوا سعادة الوزير، خليك حديثك للرئاسة.